محمد يسعدني أن أكون معك. أنا أعطي دولة رئيس الوزراء الكاظمي الشكر هنا لأنه يقف اليوم في وجه الميليشيات في العراق التي يسيطر عليها النظام الإيراني. هم حقيقة تابعون لطهران. نحن نقدم له هنا ونعترف له بالفضل باعتقال رئيس أحد وحدات الحشد الشعبي واتهامه بالانخراط أو التورط في الهجمات الصاروخية. فبداية أعتقد بأن هذه حركة شجاعة من رئيس الوزراء. ثانيا عندما تسأل عن واشنطن يجب أن نفكر بأن إدارة بايدن ربما تحدثت مع رئيس الوزراء الكاظمي وقالت له يجب أن تفعل شيئا حيال هذه الهجمات الصاروخية المستمرة ضد الجنود الأمريكيين في العراق وربما نرى هذا اليوم. ولكن النظام الإيراني من الواضح بأنه لن يكون سعيدا بذلك. وقد سمعنا بوحدات الحشد الشعبي وهذه الميليشيات الشيعية في العراق وأنهم يهددون بناء على اعتقال أحد قادتهم. طيب هل تعتقد